السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عاوز اسال حضرتك بس، انا ابني في سنه رابعه في مدرسه لغات تجريبي، هل في امكانيه ان انا احوله للمدارس الدوليه الحكوميه ولا لا؟ هو طبعا فتح اول نموذج يا فندم من المدارس دي. لو حضرتك عايز تحول فيها مفيش مشكله خالص، بس طبعا حسب المربع السكني بتاع حضرتك هل يبقى قريب ولا لا. يعني ده مشروع عملته وزاره التربيه والتعليم بالتعاون طبعا مع جهات تانية وجهات دوليه، لسه هيتعمم، لسه مدارس كتير، فانا ما اعرفش حضرتك ساكن فين او قريب من المدارس اللي فتحت. انا متحمسه للنوع ده طبعا من المدارس. طبعا طبعا يعني الناس كتير قوي بتقول، اولا يعني بيقولوا مصروفاتها هتكون يعني طبعا اقل كتير من المدارس الدوليه. من المدارس الدوليه بتديك الشهاده دي. بس عايز اقول لك حاجه سامعها والله، والمدارس الحكوميه بتاعتنا مع تغيير منظومه التعليميه هتبقى بنفس الكفاءه، وهتطلع احنا شهاداتنا المصريه ان شاء الله، يعني كل التجارب دي سواء اليابانيه او الرهبات او القوميات او كل النماذج دي، احنا عايزين ناخد احسن ما فيها عشان نطلع شهاده مصريه بتنافس الشهاده الدوليه. يعني احنا مثلا بنطبق المنظومه التعليميه دي على كل مدارس مصر الا المدارس الدوليه، عشان دي بتدي شهاده مش مصريه. انا عايز الشهاده المصريه دي تنافس الشهاده الدوليه. طبعا. فطبعا ده نموذج جديد بتحاول وزاره التربيه والتعليم تدخله بشراكات كتير بتعملها الوزاره الصراحه للنهوض بالمنظومه التعليميه. فلو المربع السكني بتاع حضرتك قريب من اول مدرسه اتعملت، طبعا في مفيش مشكله. طب ده هيقلل بقى الضغط اللي بيبقى من المدارس الدوليه على الناس، لان في ناس كتير قوي، معظم الناس اكيد حضرتك عارف المدارس الانترناشونال بالنسبه لهم هم لازم يودوا انترناشونال، بس المصاريف كتيره جدا، وهم دايما يجوا يقولوا لي ايه ده كل مدرسه بتحط المصاريف على كيفها، ده انا بدفع بالدولار هنا، ده انا بدفع مش عارف ايه هنا. ايوه وبعدين تعالى حبيبي اتعلمت ايه؟ فهي يعني الفكره برضو عند ولي الامر هو الغلط. انا بغلط ولي الامر على فكره، ما بغلطش المدرسه. عايز اعرف هل المدارس الدوليه والمدارس اليابانيه ومدارسنا لما شهاداتها تبقى يعني نطبق المنظومه دي، هقدر ان انا اخف على الموضوع ده او هجبر هذا يعني النوع من التعليم ان هو يبقى في المعقول؟ مش عايز اقول بقى رخيص. خلينا نرد على حاجه من ثلاث جهات. اول حاجه، هو مش كل الناس بتودي دولي. اما تشوف حاجه خريطه مدارس مصر 55000 مدرسه، فيها 48000 مدرسه مدارس حكوميه، تمام، وفيها 850 مدرسه تجريبي اللي هو رسمي متميز ومتميز باللغات، وفيها 39 مدرسه قوميه، وفيها 7200 مدرسه خاصه، اوكي، وفيها 250 مدرسه دولي. اوكي، فانت 86% من مدارسك هي مدارس حكوميه. احنا بس النظره برضو عشان في مجتمع معين او شكل معين بتبقى شايفه المدارس الدوليه او المدارس الخاصه هي كل مصر. بالظبط. لا، ده هي 12%، المدارس الخاصه 12%، المدارس الدوليه. بس في شكوى منها برضه يا فندم. انا جاي لك بقى للشق الثاني، تمام؟ فانا لازم عشان اطبق العداله الاجتماعيه في دوله على التعليم لازم اشتغل على القاعده العريضه من المدارس، واللي هي 86% من المدارس، وبيشملها طبعا المدارس اليابانيه بعد افتتاح اول 34 مدرسه ان شاء الله. الشكوى الحاجه بتتكلمي فيها من مصروفات، اولا هو ما فيش خالص موضوع ان انا ادفع بالعملات الاجنبيه، ده خالص، ده خلاص اتمنع تماما. واي مدرسه خلف الدم السنه اللي فاتت تم اجراء معاها، وصراحه المدارس كلها الدوليه التزمت بالدفع بالجنيه المصري. دي اول حاجه. التجاوزات في المدارس، خلينا نقول برضو احنا عندنا 7200 مدرسه خاصه، لو في اساءه او في خروج عن النص بالنسبه ل 10 20 30 مدرسه بس، ما ينفعش اسيء ل 7200 مدرسه. يعني بيجي لحضرتك شكاوى كتير 10 مدارس 15 مدرسه، هو عمرهم هيبقى اكتر من كده. الوزاره بتتاخد معاهم الاجراءات. هل الوزاره بتتاخد معاهم الاجراءات؟ الشكوى من الاهالي كلهم. بالظبط. تحس ان الشكاوى كتير. انا فعلا حتى بحس، بس حتى حاطط خريطه كده قدامي، ما ينفعش اسيء للمدارس الخاصه وانا عندي 7200 مدرسه. 90 و95% منهم ملتزم، لو في 5% وهي اقل بكتير من 5% بيخرج عن النص، طب الوزاره بتاخد اجراءات ولا لا؟ تلاحظ حاجه، السنه اللي فاتت اللي خرج عن النص 12 مدرسه اتحطوا تحت اشراف مالي واداري، 8 مدارس تم غلقهم، كل الاجراءات العقابيه اللي عند وزاره التربيه والتعليم استخدمتها مع المدارس. وفي مدارس صراحه كان عندها خروج عن النص، وما مجرد قدمت لهم انذار شالوا المخالفه على طول، سواء بقى خروج عن النص في مصروفات دراسيه، في زي مدرسي، في مصاريف الباص، في اي اجراء مادي بيبقى عن طريق المدرسه. كويس قوي. طيب، في هالة عاشور بتقول المدرس القائم على التدريس للصف الاول الابتدائي بيكون حاصل على مؤهل ايه بالظبط عشان يقدر يدرس لل... طيب، انا عندي 1,350,000 معلم من خريجين مختلفين، سواء كليات التربيه المؤهله لده، كليات الاداب، وتم مراجعتهم، وفي ناس كتير عندها من الخبرات الصراحه اللي نقدر نقول ده. فانا مش هبص على مؤهله دلوقتي، انا هبص على سنين الخبره اللي هو بالفعل عندي مؤهله. اكيد هو مؤهل طبعا يؤهله يبقى معلم، والا ما كانش اتعين في الوزاره، عشان بس ما نسقش المنظومه زمان. لا، هو اكيد مؤهل لده. هي ممكن تقول، بس هي بتفكر ان مؤهله ايه، ان هو مش مؤهل وما بيعرفش واللغه الانجليزيه مش مظبوطه. كل ده بقى اللي بتشتغل عليه الوزاره لارتقاء بمستواه. اسئله الاهالي طبعا. طبعا. طيب، احنا معانا تليفون. طيب،
في نقطة بقى يا أستاذ أحمد مهمة جدا، أنا يعني هرجع تاني موضوع المدارس العادية بس أنا لازم أتكلم على التعليم الفني. تمام. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم قوي قوي بالنقطة بتاعت التعليم الفني دي، مهتم بالنهوض بيها، ولسه سامعين من شوية دكتور طارق شوقي كان بيتكلم على النقطة دي. التعليم الفني مهم جدا جدا علشان المرحلة اللي احنا فيها. صحيح. أنا عندي كذا مشكلة في التعليم الفني، المدارس صعبة جدا، ما فيهاش أي تعليم ولا تعليم ولا أي اهتمام بالطلبة. نظرة المجتمع للتعليم الفني ده وحش، فاللي واخد ثانوية عامة أحسن من اللي واخد تعليم فني، مع أن يعني دولة مثلا زي ألمانيا قايمة على التعليم الفني، فاللي عنده تعليم شهادة تعليم فني في ألمانيا أحسن من اللي عنده ثانوية عامة. أنا هذه ثقافة هتتغير، وطبعا اكيد هتحتاج لمجهود كبيره جدا، مجهودات كبيره جدا. انا شايفه دكتور طارق بيتكلم على ان مدارس التعليم الفني هيبقى فيه شراكه بينها وبين يعني بعض الجهات الصناعيه. بص يا زمان، اشرح لي بقى بالظبط اللي بيحصل في التعليم الفني اضعاف اللي حكيناه في التعليم العام. بس في ثوره بتحصل في التعليم الفني الصراحه، قايم بيها دكتور محمد مجاهد نائب الوزير، وقايمه بيها استشاره الوزير حبيب عز، وكان فيها صراحه دكتور احمد الجيوشي نائب الوزير السابق. في ثوره بتحصل في التعليم الفني لقناعه سياده الرئيس وقناعه دكتور طارق شوقي شخصيا من التعليم الفني، هو سبب رئيسي في نهوض الدول كلها. هي مش المانيا بس، حضرتك تشوف الفار ايست كله، اليابان، سنغافوره، ايا الدول دي قامت على التعليم الفني. طب احنا مشكلتنا ايه في مصر التعليم الفني؟ اول مشكله بنواجهها هي النظره المجتمعيه اللي حضرتك اتكلمت عليها. طبعا بنصنفها دبلوم زي ما بتقولي، فاللي بيروح التعليم الفني ده الفاشل او اللي مش ناجح او المستوى المادي مش كويس. دي نظره مجتمعيه غلط جدا. دي بتشتغل الوزاره على تغييرها، تشتغل مرحله دلوقتي بنفكر حتى في مسمى الشهاده، بنحاول ازاي ده مساعده بقى حضراتكم الاعلام لتوعيه الناس ان التعليم الفني ده حاجه مهمه جدا. دي ده الشكل بتحتاجهم يا فندم اصحاب المصانع طول الايام عم يتكلمونا، وده اهم حاجه، يقولوا لنا مش لاقيين حد نشغله، هنروح فين؟ ما انا ليه مش لاقي حد يشغله برضو؟ انا عندي 2000 مدرسه تعليم فني سواء فندقي او تجاري او صناعي او زراعي. في نجاحات فيهم؟ في نجاحات فيهم، عندي 2 مليون طالب. المدارس الزراعيه بتقدم منتجات مهمه جدا، المدارس الصناعيه بتعمل ديسكات وبتعمل مراي، المدارس الحكوميه لا، المدارس دي شغاله وعندها منتجات وعندها، بس انا سوق العمل اختلف معايا. ما عشان كده بقول لك انا بغير فكر وفلسفه. عشان كده تقول لي المصانع هي مش لاقيه، طب ما هو في طلاب بس هو ما درس ولا عنده مناهج اللي تؤهل للوظيفه اللي في المصنع ده. عشان كده دلوقتي بنغير الفلسفه الثانيه، كل ده بكلمك في الفلسفه الفكريه لسه. هو سوق العمل عايز ايه وانا بعمل له مناهج عليها. يعني غيرت الفكر، بتدرسوا الاول سوق العمل طبعاً، مش العكس طبعا. الوظائف اختلفت كتير عن الاول، المهن اختلفت كتير عن الاول، المهن الحرفيه اختلفت كتير عن الاول. ده شغال عليه عشان افهم، عشان احط مناهج، ثم الشراكه مع القطاع الخاص. عشان اعمل المناهج دي قعدت مع القطاع الخاص كله، اشوف المصانع فيها ايه والتطور اللي حصل فيه ايه وتطور التكنولوجي اللي حصل في المصانع، المهن والحرف اللي بيحتاجوها المصانع والشركات المختلفه، عشان اقدر اعمل ده. وبدانا بقى زي ما حضرتك قلتي في اول افتتاح امبارح لاول مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه، طبعا بالتعاون مع شركه العربي ومصانع العربي، سياده الرئيس شكرهم امبارح. مدرسه بتؤهل لجيل مختلف تماما من التعليم الفني، وده بكوره لسه مدارس كتير بالتعاون مع القطاع الخاص الفتره اللي جايه. وفي عندنا مدارس التعليم مزدوج، وفي عندنا مدرسه ممكن تبقى بجوار مصنع فيقدر يتدرب بمعدات والحاجات المصانع. لا، التعليم الفني بيحصل فيه ثوره تانية خالص. يعني ممكن تبقى اجيب لك بقى ضيفه استاذه حبيبه عز او دكتور محمد مجاهد يحكي لك تفاصيل كتير في التعليم الفني، ولكن الفكر والفلسفه اختلفت تماما عن الاول. زي ما بقول لحضرتك بنشوف السوق عايز ايه، بنوفر الحرف ازاي، نوفر الصنعه ازاي، لسه داخلين كمان في التكنولوجي الكتير والنانو تكنولوجي الجديد والوظائف بقى زي السوفت وير والحاجات دي، ده بقى سوق العمل بيحتاجها، ما عندناش من المهن والحرف ليها. الحرف كتير، حضرتك ما تلاقيش سباك دلوقتي، ما تلاقيش صنايعي، ما تلاقيش كهربائي، ما تلاقيش الكلام ده كله، اللي اعتمد على الخبرات بس. حتى المهن دي اختلفت في ادائها. الكهربائي دلوقتي في السمارت هوم اللي بيعتمد على الكهرباء، فلازم يبقى انا بطور من ادائه. انا بحكي لك اللي على الارض ايه، ما كانش ده الفكر زمان. انت بتدربي في مدارسك وبتعلمي في مدارسك على حاجات معينه، سوق العمل اختلف تماما. انا بطور كل الفكر بقى ده في التعليم الفني. طيب عندنا برضو لسه تفاصيل شويه في التعليم الفني هنتكلم عنها، بس هاخد تليفون.